انا به والدي الله يرحمه وهو على فراش الموت اوصاني خيرا بالفقراء، اوصاني خيرا بالفقراء. كان في شاب صغير، كان في طفل عنده 11 سنة، كل ما افتكر الحكاية دي أعيط. عنده 11 سنة مريض بالسكر، فبعدين قال لأمه: ماما هات لي حقنة الأنسولين أحسن من إيديا. أمي قالت له: يا ابني لو جبت لك حقنة الأنسولين ولادك مش إخواتك مش هياكلوا، الفلوس اللي هنا على قد الأكل والشرب. فالولد راح طلع في السطوح، راح بولع في نفسه هو بيموت. قال لها: انا موت نفسي علشان اوفر لاخواتي حق الانسولين، علشان وانا جريت عليه قالوا لي جريت والحريه ماسكه فيه، رحت جايب البطانيه وماسكه وحضنه وطلعت روحه فيه. شمشير 5 جنيه. لو مريض مثلا، مريض مش معايا او حاجه زي كده، انت مثلا بتتغاضى عن دفع الكشف او كده؟ طبعا. اي في مرضى ما معهمش متقاضي خالص، بل بالعكس انا عندي ادويه هنا، عندي ادويه شركات الادويه لما عرفت ان انا طبيب الغلابه بقوا بيجيبوا لي بعض الادويه للعيانات المجانيه. وفي بعض الناس الاغنياء بيبقى عندهم ادويه هم مستغنيين عنها فبيجيبوها لي هنا. النصيحة اللي بوجهها للدكاترة الزملاء اللي هم الأطباء الجداد، في تلخص في 3 كلمات: أوصيكم خيرا بالفقراء.